شكرا لك نجلة. طبعا بنبدأ دايما بأخبارنا في الفقرة جولة الصباحية من الأخبار، ولكن البدء في الأخبار هناك يعني هو خبر برضو في حد ذاته، بس خبر إنساني. لدينا زميل حامد وهو معد نشط جدا في قناة النيل الأخبار، كان تعرض لظرف مرضي، ورم صغير على أثر على العصب العين اليسرى، أجرى العملية في الإسكندرية على يد خبير ألماني، وكانت الحكاية يعني إنه الحمد لله في طريقه إلى التعافي، ولكن يعني تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن إنه حصل مايكروب أو حصل تدهور في الحالة غير معلوم مصدره، وللأسف ده كان بعد ما الخبير الألماني غادر البلاد، وكان بيجيله ردود يعني إنه هو هيبقى كويس وإن شاء الله تبقى أحسن ودوله بعض الأدوية، ولكن للأسف الحالة في تدهور. ويمكن قناة في جريدة الشروق أبرزت ده النهاردة في مقال للكاتب سامح فوزي، ويعني هو أطلق عليه اسم التخلي الإنساني. يعني بنتكلم الموضوع من ناحية علاقة المؤسسات بالعاملين والمسؤولية تجاه العاملين. كلامك صحيح يا مي طبعا، ومش احنا بس اللي وقفنا على الخبر ده، لا حامد كمان زميل نشط جدا في كل القنوات الفضائية، عدد بارز جدا من القنوات تناول الموضوع بشكل كبير بصفته ان حالة إنسانية على الأقل، مش ان زميل لنا كلنا متأثرين وكلنا أصابتنا الصدمة، لأن هو يعني كان بشكل متواصل معانا بشكل كويس جدا، لكن بكل اسف هذا الورم المعيض يعني اي حد معرض ان ممكن يحصل له الوضع ده. الورم ده ضغط على العصب البصري المر في المخ، يعني الجراحه في حد ذاتها هي المفروض ان هي ما تمثلش خطر كبير، لكن بكل اسف وسوء حظ كمان، لكن ده قدره ان العصب ده او الكان معدي من المخ، فاضطر لاجراء عمليه لاستئصال هذا الورم اللي موجود معانا، ورم حميد بيمر في المخ، لكن اجرى عمليه ثاني بعد الاتصال بالخبير الالماني، قال لابد من شفط الميه المتجمعه حوالين المخ من جديد عشان يبقى فيه ارتشاح، فتم شفط هذه المية وتم إجراء جراحة أخرى لاستئصال عظمة قال عليها الخبير الألماني، لكن ما زالت الحالة متدهورة. جميعا بندعو ليه السلامة، جميعا بندعو نسأل ربنا سبحانه وتعالى الدعاء ليه، لكن لابد أيضا من التكافل جميعا، ولابد من أن المؤسسات الدولة تتكاتف حواليه، لأن في تخلي كبير جدا جدا للأسف من المؤسسات الخاصة بإجراء العملية، بالرغم طبعا من كونه مشترك في الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية اللي تكفل لأي مواطن وأي حد في أي مكان إن هو يجري هذه العملية. التكلفة الأولى المبدئية كانت 150,000 جنيه، طبعا رقم كبير جدا دفعه من قوته من قوت ولاده وبيع كل حاجة عنده عشان يجري هذه العملية بكل أسف، لكن معهوش يجري العمليات التانية، برغم من ان كل الزملاء في قناه النيل الاخبار ما تاخروش ابدا ابدا عن اخوهم وزميلهم الموجود معاهم، لكن صحيح. احنا بنتمنى مي ان يكون دين مناشده لوزاره الصحه ومناشده ايضا لوزاره الاعلام ان هم بالفعل يتدخلوا تدخل سريع لانقاذ هذا الشاب ده، يعني عمره لا يتعدى ال 41-42 سنه، طبعا شاب وعنده ولاد، يعني نتمنى ان الكل يتكاتف حوالين الموضوع ده ان شاء الله، شفاء له وعفاء وشفاء جميع المرضى باذن الله ان شاء الله. نبدا جولتنا الصباحيه مع الاخبار. يعني تابعنا امبارح كان في اجتماع للمهندس ابراهيم محلب حول الكهرباء وتكرار انقطاع التيار الكهربائي، وكنا في انتظار الخروج بماذا سيحدث في هذا الموضوع خاصه مع قدوم الصيف. رئيس الوزراء ابراهيم محلب عقد فعلا الاجتماع الطارئ بالامس حول ازمه انقطاع الكهرباء، وكان بحضور وزيري البترول والكهرباء والطاقة والمسؤولين التنفيذيين بالوزارتين. خلال الاجتماع وجه محلب بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لرفع كفاءة شبكة نقل السولار والمازوت اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء سرعة الانتهاء من المحطات الجديدة. طبعا الاجتماع ده كان مباشرة بعد عودته من مدينة الوادي الجديد ومحافظة الوادي الجديد، رجع مباشرة في اجتماع عاجل عشان يحط نقط على الحروف، لان بجد احنا لسه ما دخلناش على الصيف، احنا لسه ما دخلناش على الاحمال الزايدة، لا في تكييفات غالة ولا في حتى كهرباء زايده، طب لما ندخل على الصيف ايه اللي هيحصل؟ ده سؤال طبعا الكل بيتساءله، ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه؟ لكن رئيس مجلس الوزراء بالفعل هو مهتم، ويمكن كمان المهندس جابر دسوقي مصطفى رئيس الشركه القابضه للكهرباء اكد ان انقطاع التيار بشكل كبير خلال الايام الماضيه بيجي في المقام الاول بسبب الصيانه واضافه صيانه دوريه للمعدات وللقطاع الكهرباء بشكل كبير، فبالتالي هم بيقطعوا الكهرباء عشان ما يبقاش في انقطاع في الصيف. ده طبعا على حد كلامه وحد وصفه، لكن هنشوف طبعا الصيف هيبقى عامل ازاي، هل في كهرباء ولا مش هيبقى فيه، يعني غدا لنظره لقريب زي ما بيقولوا. تساقط مع ذات الموضوع رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي خالد عبد البديع، بيقول في هناك بدائل لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي عفوا، ومنها استيراد الغاز بداية من أغسطس.
طيب ده بيتكلم عن استيراد الغاز او استيراد كمان المازوت، يمكن رئيس الوزراء صرح ان هيكون حوالي 35 مليون سولار في اليوم هيتم ضخهم لمحطات الكهرباء عشان يتم اضافه احمال جديده، وايضا وجهت وزاره الكهرباء وزاره الموارد المائيه باضافه قدرات زياديه من السد العالي عشان نشوف قد ايه ان يكون في زياده القدره الكهربائيه ما يكونش في انقطاع. ده اللي احنا كمان مستنيين، وخلينا نشوف هذا المقتطف ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الموضوع استيراد الغاز، هو بالفعل كانت المناقصة انطرحت من السنة اللي فاتت، بس احنا في عملية استيراد الغاز عايزين نفرق بين حاجتين. احنا طبعا لما قلنا عايزين نستورد غاز كان درسنا اسرع السبل لتوفير عملية استيراد الغاز، فكانت عن طريق الوحدات العائمة والتي تقوم بعملية إعادة تغييز الغاز، لأن احنا بنستورد الغاز في صورة غاز مسال. الغاز المسال ده عشان أرجعه للصورة الغازية مرة تانية ونضخه في الشبكة القومية للغاز، فاحنا محتاجين تسهيلات. التسهيلات ده يا إما تبقى تسهيلات برية دائمة، ولما درسنا البديل ده لقيناه تكلفته عالية ومدة تنفيذه كبيرة. احنا كنا عايزين نستورد الغاز بأسرع وسيلة ممكنة، فكان البديل الآخر هو التسهيلات العائمة. طرحنا مناقصتين في عملية استيراد الغاز، مناقصة لاستيراد الغاز المسال نفسه، ومناقصة لتوفير عملية إعادة التغييز عن طريق الوحدات العائمة. ومن الكهرباء إلى المرور، يعني مشاكل المرور كثيرة، ولكن في الأونة الأخيرة زاد منها وجود التوك توك وأيضا الدراجات النارية غير المرخصة بالطبع، وبعض السلوكيات حتى في الشارع وطريقة قيادتها، غير السرقات وبعض الأعمال التي تستخدم فيها أو تستغل فيها هذه المركبات. الرئيس عدلي منصور أصدر قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الخاصة بقانون الدراجات النارية توك توك. القرار بينص أنه يلتزم مالك وحائز مركبات الدراجات النارية والتوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقا للإجراءات والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن خلال 30 يوم من تاريخ العمل بهذا القانون. ووزارة الداخلية يجوز لها مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة عشان يلحق الجميع، وأكيد عددهم كثير، في الحصول على هذه التراخيص. صحيح يا مي، لازم الموضوع ده يتحط في نصابه الصحيح. في مشاكل جامده جدا من التوك توك، سرقات، في مشاكل جامده جدا وارتكاب العديد من الجرائم وحتى تفجيرات، وسمعنا ان كل المشاكل وكل الحاجات الخطيره اللي حاصله في البلد بسبب الموتوسيكلات او الدراجات الناريه، طبعا بتستغل بسرعتها وسرعه المراوغه والدخول في حارات، طبعا دي مشاكل جامده جدا. تقوم النيابه العامه بعرض اوراق مركبات الدراجات الناريه وكذلك التوك توك المضبوط لم يتم تقنين أوضاعهم بأي حال من الأحوال خلال المدة المبينة، وهي طبعا الشهر زي ما قلنا في بداية الخبر، ويتم التواصل مع الحائزين والمالكين عشان يختصوا عشان يتم تقنين أوضاعهم ويتم الترخيص. إذا لم يتم الترخيص تتم المصادرة بشكل مباشرة، وذلك بناء على قرار من النيابة العامة. نرجو ذلك يا رب، يعني نشوف إن شاء الله ما تتمدش المدة بأي حال من الأحوال، ما تتمدش المدة، لأن هو بجد هي مشكلة أزلية يمكن كلنا بجد بنعاني منها، وكل يوم بنسمع عن حد بيحصل له حاجة بسبب الموتوسيكل ده أو التوك توك. صحيح. مع دخول الفصل الدراسي الثاني تقترب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني نظرا لقصره. تحدثنا عن كيفية تعويض الطلاب خاصة في جامعات العملية وأيضا الطلاب المدارس. نتحدث هنا عن المدارس وعن تعويض ما فاتهم وكيفية التعامل مع المناهج الدراسية. ولكن مع كل ما تغير، الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أكد أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها دون تغيير. موعد بدء امتحان الثانوية العامة سيكون السبت الموافق 7/6/2014 للنظام القديم، والأحد 8/6 للنظام الحديث. وده كان في اجتماعه مع الهيئة الفنية لوضع أسئلة الامتحانات ومستشاري المواد الدراسية والموجهين العموم. على العموم الوزير أكد برضه أن هو الامتحانات هتيجي خالية من المحذوف وخالية من جميع الحاجات اللي تم حذفها بواسطة الموجهين الخاصين بهذه المواد ومستشارين العموم لمواد اللي تم حذف فيها العديد من الحاجات بسبب طبعا قصر الفترة وقصر
الفصل الدراسي الثاني. شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة نبتعد بأي حال من الأحوال عن الأسئلة اللي بتحتوي على أبعاد سياسية في الامتحانات طبعا عشان ما بقاش في أي مشاكل من المشكلات، ولفت أن هذا مرفوض تماما في جميع المواد وفي جميع أسئلة الامتحانات وفي أيضا في جميع الصفوف. أكد أيضا أن اللغات أن الامتحانات تكون خالية من أي أخطاء إملائية في اللغة العربية وخاصة كمان اللغات الأجنبية، مطالبا وضع الامتحانات بضرورة الانتهاء من وضع نماذج الأسئلة الامتحانات قبل الموعد المحدد حتى تصبح متاحة لجميع الطلاب كي يتم الاسترشاد بهذه الامتحانات السابقة لسنين فاتت عشان يقدروا يتواكبوا مع الجديد. كمان ده بالنسبة للثانوية العامة، لكن امتحانات النقل وامتحانات الصفوف اللي هي الاعدادي والابتدائي للأسف هيبتدوا آخر الشهر ده، آخر شهر إبريل وأول شهر مايو إن شاء الله، ربنا يكون في عونهم فترة قصيرة جدا هيمتحنوا فيها. نتمنى النجاح للجميع ويمكن يكون يعني رب ضارة النفاعة يعني يكون ده في أحدهم أو تكون امتحانات أكثر سهولة، يعني نتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. مع اقتراب الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق والانتخابات الرئاسية، وبالفعل منذ يومين واللجنة العليا تتلقى أوراق المرشحين وبدأ فعلا يعني الخطوات الأساسية للسباق الرئاسي. يمكن زاوية مختلفة شوية ليس فقط سياسية في هذا السباق، نتحدث عن التموين والاحتياجات الأساسية في هذه الفترة، لأنه في بعض التخوف ممكن البعض يستغل الانشغال الكامل بهذه الانتخابات الكبيرة فممكن عرض بعض السلع غير الصالحة للاستخدام أو ممكن يحصل نفاد في بعض هذه السلع. اللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين أكد أنه تم وضع خطة عمل لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والضرورية أثناء الانتخابات الرئاسية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية المختلفة. أكد كمان أن في فصل ما بين كل أجهزة وزارة الداخلية، لا الأجهزة الرقابية الخاصة بمباحث التموين هتقوم بدورها على أكمل وجه بالتعاون مع مفتشي التموين والجهات الرقابية المختلفة التابعة للوزارة في شتى المجالات، وكذلك هيتم تلافي حدوث أي عجز في سلعة أو استغلال الاحتكار في سلعة معينة قبل الانتخابات الرئاسية بغرض طبعا إضافتها أو زيادة سعرها أو حاجة أي حاجة من هذا القبيل. من جنبه أيضا أكد العصر أن مباحث التموين ستقوم بدورها إن شاء الله على أكمل وجه في الفترة اللي جاية ومش هيبقى فيه تقصير في أي مجال من المجالات أو استغلال لهذه الفرصة السانحة لمستغل الفرص وكذلك للسوق السوداء. في خبر مختلف، الملتقى الدولي السابع للتجهيز الطبية وصناعة الدواء بتواصل فعالياته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وبيشارك فيه العديد من الدول. بنتكلم برضو عن المؤتمر ده، بيعقد مؤتمر للتكنولوجيا مواكب معاه لصناعة الدواء، وخرج هذا المؤتمر بنقاط هامة جدا للتواصل للمختصين في هذا المجال. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مستقبل صناعة الدواء في مصر وتوفيره لكافة المصريين أهم ما جاء خلال مؤتمر تكنولوجيا تصنيع الدواء الذي عقد على هامش الملتقى الدولي السابع للطب والدواء بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. المشاركون في المؤتمر أكدوا على أهمية العمل على حل المشكلات التي تقف أمام صناعة الدواء في مصر والنظر إلى أسعار بعض الأدوية التي ارتفعت تكلفة صناعتها. صناعة الدواء في مصر الحمد لله بخير، وهناك مصانع قومية على درجة عالية من الكفاءة ودرجة ممتازة من الانتاجية، لكن المشاكل اللي بتواجه صناعة الدواء في مصر حاليا اللي هو بعض التسعير، لأن لا يعقل يبقى دواء بيكلف تصنيعه مثلا 15-20 جنيه للوحدة ووزارة الصحة تقول احنا مسعرين سنة 80 بخمسة جنيه يبقى يبيعوه السنة دي بخمسة جنيه. وخلال المؤتمر شدد المشاركون على أهمية التصدي للأدوية المغشوشة مجهولة المصدر والعمل على توجيه المواطنين إلى عدم التعامل معها لما تمثله من مخاطر على صحة الإنسان. من فضلكم ما تشتروش أي أدوية إلا من الصيدليات المعتمدة، عشان احنا لو في أي خطأ على هذه الصيدليات هنقدر ان احنا نوصل لها ونقدر نجيب حقك. وتاني حاجة ان كل دواء غير مسجل ان انت بتتوهم ان هو هيبعدك عن دوائك الطبيعي ده بيخليك ان انت تتأخر في فترة العلاج بتاعتك. الجامعة العربية لم تغب بدورها عن المشاركة في المؤتمر، حيث اكد الامين المساعد للجامعة السفير محمد صبيح على ان صناعة الدواء تعد احد اهم اركان الامن القومي العربي ويجب ان ترقى الى اعلى المستويات. صناعة الدواء احد اركان الامن القومي العربي،
صناعة الدواء متقدمة في الوطن العربي وبدأت في مصر منذ فترة طويلة وتغطي احتياجات كثيرة للمواطن المصري، إلا أنه المطلوب هو تجميع الدواء العربي وأن يكون هناك تنسيقا في التصنيع.